قربي يا اختي، لحقي حالك، موديلات جديدة، احسن النوعيات، عنا كل المقاسات. الو زينب. الو مرحبا علي، كيفك؟ انا منيح، انت كيفك؟ وانا منيح الحمد لله. بدي تعطيني رقم مهند، اكيد بيكون معك مو هيك؟ اكيد طبعا بعطيك الرقم. يعني معقوله رقم مهند ما يكون معي انا؟ تكرم عيونك، بدنا خدمة. وينك؟ بتحبي نقلك الرقم؟ في تحت ايدك ورقة وقلم؟ ولا قلك رح بعته رسالة؟ ماشي، عم عزبك معي علي. لا عذاب ولا شي، ما في شي محرز. ولو يسلموا ايديك على الرقم. ميت اهلا وسهلا، يلا بشوفك. العمى بالاول فكرتها بالدياني، ما في انحس من حظي بهالدنيا. ليش مين حكى معه؟ زينب حكيت معي. عم تطبقك؟ لا يا، بدها موبايل مهند يا أجدب. البنت رباية أوروبا، ما بتلف وبدور مثل البنات اللي هون. إذا بدها شغلة بتقول بدي كذا كذا، يعني ما عندها مناورة، بتقلك إنه بدي هيك يعني هيك. أنا كنت قاطع الأمل منها، لما شفت رقمها قلت حابة تتعرف علي، بس طلع كلامي مو مزبوط. ولك انت شو عم تعملي؟ نقي بس ما تقلبي لي البسطة فوقاني تحتاني. ايه تضرب انت والبسطة تبعك. اخي علي خليك رايق، هالشغلة بدها طولة بال. ما شفتك كيف عم بتنكش بالبسطة؟ قلبت لي اياها قلب. حبيبتي ممكن تعزمي مؤيد يتعشى عنا اليوم؟ ليش؟ بدكن تقعدوا معه مشان تبهدلوه؟ أبداً، مؤيد بعينته واحد ذكي وحابة يتعرف عليه، لو سمحتي. طيب خلص. وبدر بده يجي كمان. لكن أمي انسي الموضوع، ما بصير تتجاهلي أخوكي. ليكي إذا بدك يعني أرضى عليكي لازم تكون علاقتك منيحة مع أخوكي، حاولوا تكونوا متفقين مع بعض. هالشي ما نهام وبنوب، هو كتير بيحبه، لازم تحلوا مشاكلكم وأنا موجودة معكم، مفهوم؟ أنا يلي بقرر مين غلط ومين كلامه صح. ما بدي فيروز تكون حاضرة. ماشي، وأنا هيك عم قول. اليوم هالعشاء رح يكون مخصوص إلنا وبس. شكراً لك أمي، واثقة رح تحبي لي مؤيد. شوقتيني لشوف. اليوم في عندي جمعية خيرية ولازم روح حضر حالي. مؤيد؟ بانا عم تتصل. طالع ونسيان تليفونك بالحمام؟ مؤيد رد عليها. ألو صباح الخير حبيبي، شو عم تساوي؟ قاعد عم ادرس. انت شو عم تعملي؟ بعد شوي رح روح على الجامعة. اوكي ادرس قد ما فيك لأنه بالليل ما رح تفضى. ماما مصرة تعزمك على العشاء اليوم. نسيت الغسيل. شو المناسبة؟ حبيت إنها تشوفك، هو اختبار صغير وبيمر. الله يستر. يعني ما في داعي تتوتر. لا مو هيك، من شو بدي يتوتر؟ حبيبي خليك على طبيعتك، حاول تحكي لها عن كل مخططاتك وخليها تشوف قديشك طموح. يعني كأنه أنا اليوم معزوم على فرع أمن. مؤيد لا تتمسخر، هالموضوع مهم لإلنا وبدر رح يكون موجود. حبيبي بدي إياهم يعرفوا أنا ليش اخترتك. بانا أنا ماني مضطر إثبت أي شي لحدا. طبعا مانك مضطر. قلي أنت ليش مزعوج؟ ولا شي. لا تخبي علي. قلتلك ولا شي. إمتى أجي؟ تعال سبعة، سبعة ونص. ماشي يلا بشوفك. باي حبيبي. باي.
لوين بدك تروح اليوم المساء؟ لبيت بانا، عم تقول انه ما عزمتني على العشاء. معناتها ابني اكيد حابة تتعرف عليك، لو تعرف شو انبسطت لها. ان شاء الله تحبك اما لبانا قد ما كان يحبك ابوها واكثر. امي شو رايك تخليني ادرس؟ ماشي ماشي، الله يوفقك.